بس اكيد برضو حصل مواقف كتير اتعلمتي منها ومش حاجه بتبقى سهله. ايه الحاجات اللي احبطتك قوي وقدرتي بعد كده ان انت تتخطيها وحسيتي لا الدنيا مش وحشه؟ الحقيقة كانت الصعوبات كانت دايما في الأول، لأنه إحنا بنتين بنعمل بولة في مصر، فإحنا نزلنا الدرب الأحمر بندور على صنايعية يشتغلوا معانا، فهم طبعا مش متعودين ان في ناس شبهنا جادين في بيزنس عاوزين يعملوا شركه وعاوزين ينتجوا ويبيعوا، فكان صعب قوي ان احنا نقنعهم ان هم يصدقونا. ايوه فهماكي، وبالذات في بجد حاجه شبه انقرضت بالظبط. فكمان فاللي هو كله يعني منى لما صممت قالب البلغه وصبناه وعملناه احنا بتاعنا الديزاين بتاعنا، معظم الصنايعين اللي جم اشتغلوا بيه قالوا لنا ده ما ينفعش، قلنا لهم لا هو ينفع، احنا عاوزينه للجلد للرجل العريضه لنحرك صوابعنا في الجزمه، يعني احنا كنا عارفين ان احنا عاوزين نعمل حاجه مختلفه في السوق، بس هم عشان طبعا مين انا اللي هاجي اقول لواحد شغال 20 سنه صنايعي في الجزم لا اعمل الجزمه كده ما تعملهاش كده. فدي فعلا فعلا كانت حاجه احنا كمان ما كناش شايفين انها ممكن تبقى مشكله، بس هي فعلا كانت مشكله في الاول ان هم يصدقونا انه يا جماعه والله هيشتغل بس اسمعوا كلامنا هنعمل عينه. ولما عمل اقبال وابتدينا بقى نبيع وان احنا كملنا ومعانا سنه وسنتين وثلاثه، خلاص بقى في مصداقيه ان خلاص ان احنا لما نقول لهم لا الديزاين ده يا جماعه هيشتغل او التصميم ده هيشتغل والموديل ده اعملوه بالطريقه دي، بقى في مصداقيه. بس في الاول طبعا ده كان صعب جدا، لانه مجال صناعه الاحذيه اصلا في مصر هو معظمه رجال، يعني هو يعني 99% احنا الورشه الوحيده اللي كنا في الدرب الاحمر اللي بيقودها ستات. فان مره مثلا واحد سروجي جه عشان يشتغل معانا قال لي لا انا مش هشتغل عند واحده ست يعني. أيوة. فطبعا الثقافه انه انتوا مين بتعملوا كده ليه، طب لا يعني احنا برضو بنغير في الصناعه نفسها. أيوة. انه لا احنا الستات تقدر طبعا، واحنا قعدنا ندور على يعني ستات مكنجيه وستات، وبندرب دلوقتي ستات سروجيه اللي هي الخياطه اليدوي اللي بتعمل أيوة كده. اللي بنقفل بيها البلغه في الاخر. فاحنا اصلا هدف من اهدافنا ان مجال الاحذيه ده ما يبقاش منحصر على الرجاله بس، انه لا ندخل فيه شباب وستات، وده غير طبعا مجموعات الحرفيين اللي هم معظمهم ستات اللي احنا بنشتغل معاهم، بس انا بتكلم في الصناعه نفسها بتاعه الاحذيه. صح. هي فعلا ما فيهاش نسبه نساء كتير، واحنا ده اللي بنحاول ان احنا نعمله بوجودنا ان احنا نشجع يعني ان لا دي حاجه ممكن تنجح، وان احنا ممكن يعني نقدم حاجه جديده في السوق.